الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان، أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا كما يرضى ويحب ربنا الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، جعل السعادة في من أطاعه واتبع رضاه، وجعل العزة والكرامة لمن خافه واتقاه، وأشهد أن نبينا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وخليله من خلقه ومصطفاه، فاز وربح والله من اتبع سنته وهداه، وخاب وخسر من خالفه وعصاه. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته، واجعلنا يوم القيامة من رواد حوضه وأهل شفاعته يا رب العالمين. أما بعد، فدعونا عباد الله نقطع حجوب الزمان ونطوي صفحات التاريخ لنقترب من صفحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى، صفحة ذاق فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشقة والضراء والمر والبأساء، لنعلم بعدها أن سبيل البلاء والابتلاء هذا السبيل سار فيه الأنبياء والصلحاء، لنسلي بذلك مصابنا ونصحح في الحياة مسيرنا. نعم إخوة الإيمان، فها هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في عامها السابع من البعثة، تتعاظم يوماً بعد يوم، ويعلو شأنها ويتعالى شأوها، وانتقل المسلمون من حياة الكتمان والاستخفاء إلى مرحلة الجهر بالتوحيد والاستعلاء. فطاش من قريش صوابها، طاش من قريش صوابها، وتحللت خيوطها، واشتعلت أفران الحمم في صدورها بعد أن انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في الإسلام،
وبالأخص عباد الله، بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، اللذين قلبا موازين القوة، وأصبح المشركون بعد ذلك أصبحوا يضعون للفئة المستضعفة التي تعذب حسابات أخرى بسبب إسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما. بعد ذلك وعند انتشار الدعوة ودخول الناس للإسلام، أجمعت قريش أمرها على ماذا؟ على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعت أمرها على قتله عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أبو طالب بني هاشم مؤمنهم وكافرهم وأخبرهم بمكيدة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أنهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فتحركت فيهم حمية الدم والنسب، وقرروا أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينحازوا به في شعب في مكة يقال له شعب أبي طالب، وانحاز معهم حمية بنو المطلب إلا أبو لهب، فلم يدخل معهم في ذلك الشعب. عندها وعندما رأت قريش هذه الحمية وهذه المنعة، ماذا فعلت؟ طاش صوابها، وعلمت أن دون ذلك نفوساً ودماءً ورؤوساً وأشلاء. فماذا فعلت قريش وماذا صنعت؟ قررت قريش معاقبة هذه الفئة المؤمنة ومن تعاطف معهم، فسعروا حملة إعلامية ضد هؤلاء. وسبحان الله، كم تتشابه الأحداث عباد الله، فكم من حملة إعلامية مضللة قد سعرت على الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كم من حملة إعلامية مضللة اليوم قد سعرت ضد الذين يتبعون سنته عليه الصلاة والسلام، والذين تمسكوا بغرزه صلى الله عليه وسلم. هكذا فعلت قريش، سعرت حملة إعلامية ضد هؤلاء. فاجتمع رؤساء قريش في خيف بني كنانة، اجتمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب ومن تعاطف معهم، اجتمعوا على مقاطعتهم اقتصادياً واجتماعياً، بل وكتبوا في ذلك كتاباً جاء فيه ألا يزوجوا إليهم ولا يتزوجوا منهم، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا إليهم شيئاً، ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، مقاطعة حصار حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه. كتبت هذه الصحيفة وعلقت هذه الصحيفة الظالمة في جوف الكعبة تأكيداً على التزام ما فيها، وسارع المشركون عندها بتطبيق هذا الحصار عملياً، فلم يتركوا طعاماً يدخل مكة ولا بيعاً إلا بادروا فاشتروه بأضعاف ثمنه حتى لا يشتريه بنو هاشم ولا يبيعوهم مما في أيديهم من الطعام. عندها وهو في الحصار في الشعب قل الطعام ونقص الزاد وجفت الأكباد وذبلت الأجساد وقرقرت البطون وظمأت الأجواف، الأطفال يصرخون وشيوخ يئنون ومرضى يتوجعون ورجال حائرون. إنه مشهد من مشاهد الحصار عباد الله، وصورة من آثره وآلامه. فما أشد ألم الحصار عباد الله، وما أقسى رعب الجوع عباد الله، الذي يتطامن دونه كثير من صور البلاء والله. فالخوف والجوع بلاء، وأي بلاء. وهكذا مضت الأيام والأشهر عباد الله، وحال المسلمين المحاصرين يزداد من سوء إلى أسوأ. عم الجوع بين أهل الشعب بما فيهم النبي
عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وصحابته، بل ندر الكلام وقلت الحركة، فالناس لا يكلم بعضهم بعضا من شدة الجوع في ذلك الشعب، ولا يتحركون من شدة الجوع، بل كان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتضاغون من الجوع عباد الله. فقد بلغ بالناس من الخماصة شيء لا يكاد يصدق، حتى أكلوا عباد الله ما لا يمكن أكله. أجل، كل هذا يحدث في الشعب وأهل مكة في ديارهم مقيمون مطمئنون منعمون يأكلون ويشربون، وإلى أهل الشعب لا يلتفتون، حصار ومقاطعة. ولعل موقفا واحدا يبين لنا شيئا من حالة الجوع التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المحاصرين. فها هو حكيم بن حزام، وكان كافرا آنذاك، كان يرسل الطعام لعمته خديجة بنت خويلد في الشعب سرا، فعلم به أبو جهل يوما فجعل يمانعه عن إيصال الطعام لأهل الشعب، وهدده بفضحه والتشهير به في مكة. فجاء أبو البختري بن هشام، وكان كافرا لكنه وقف مع حكيم بن حزام، وحصلت مشادة بينه وبين أبي جهل، انتهت هذه المشادة برد رأس أبي جهل بحجر حتى أدماه، وقال: ما شأنك؟ يريد أن يوصل هذا الطعام لأهله في هذا الشعب. فانطلق حكيم بن حزام بالطعام لعمته. الشاهد عباد الله من هذا الموقف أن المعونات الغذائية كانت لا تدخل لهم في هذا الحصار إلى ذلك الشعب إلا سرا، وكانت قليلة جدا. وبعد هذا الموقف وطول المقام على بني هاشم في ذلك الشعب، تحركت مروءة رجال من قريش وهم كفار، تحركت مروءة رجال من قريش، فاجتمع نفر منهم ليلة وتلاوموا على هذه الصحيفة الظالمة والرحم المقطعة، تحركت فيهم وشائج الشهامة والنخوة، وقرروا نقض هذه الصحيفة وإنهاء حياة الضر التي قاساها بنو هاشم طوال أعوام ثلاثة. فلم يصبحوا من ليلتهم تلك إلا وقد يمموا شطر الصحيفة ومزقوها ليعلنوا إنهاء أزمة الحصار وإخراج بني هاشم وبني عبد المطلب من هذا الشعب. أجل، ففي السنة العاشرة من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ثلاثة أعوام، يخرج سيد البشر صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب ومحنة الحصار، وهم أصلب إيماناً وأشد ثباتاً على دينهم. وهكذا عباد الله هي الأحداث، هكذا هي الابتلاءات، تصقل الإنسان، تخرج للأمة الرجال، وتصنع للمستقبل الأبطال. وبعد الهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت معالم الشعب في ذكرياته عليه الصلاة والسلام. يدخل مكة فاتحاً ودانت له مكة، وكسر الأصنام، وأنهى هذه الوثنية الجاهلية، ثم أمر أصحابه أن تضرب له خيمة. أتعلمون أين؟ في شعب أبي طالب، أن تضرب له خيمة هناك، كي ترى البشرية صدق وعد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه البقعة التي شهدت يوماً من الدهر آهات الجائعين وصبر المستضعفين، ها هي اليوم تشهد مقام نبي الله شامخاً عزيزاً، ولا أثر للشرك ولا المشركين. وصدق الله وعده: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم،
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، نحمده على قضائه حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ما جاد السحاب بقطره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن حديث الأمس عباد الله إلى حديث اليوم، ومن حصار الشعب إلى حصار غزة، نعم فها هي سياسة تجويع الشعوب وتجفيف البطون، يشاهدها العالم رأي عين في عصر المباهاة بالديمقراطية كما يزعمون، وفي عصر المفاخرة بالقيم الإنسانية، فها هم اليهود عليهم لعائن الله ومن حالفهم من عباد الصليب، أهم يتحالفون على إبادة شعب كامل عباد الله بفرض حصار كامل شامل من جميع الجهات، حتى أظلمت عليهم الأرض وضاقت عليهم الأرض وأصبحت بطون الأرض خيرا لكثير منهم من هذا الوضع المأساوي الذي لا يطاق. أجل عباد الله، فكما صورت وسجلت لنا عدسات الإعلام مقدار المعاناة والشظف المعيشي هناك، تعطلت المستشفيات وعم الظلام وانطفأت الكهرباء وعز الطعام وقل الماء وحرم المرضى من الدواء، بل حتى الأكفان عباد الله لمواراة أمواتهم قد عُدمت هناك. فلا إله إلا الله، كم يقف اللسان ويعجم البيان عن تصوير حالة البؤس والمسغبة والحرمان. فأنتم تشاهدون عباد الله، والصورة أيها الكرام أبلغ والله من ألف قول ومقال، مناظر تفت الفؤاد فتى وتقطع القلوب كمذا. فالناس هناك عباد الله يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، عزت عندهم اللقمة، تقاسم الناس الأكلة حتى أكل الناس ورق الشجر. أجل، أكثر من 2 مليون مسلم عباد الله يعيشون هذه المعاناة في هذا السجن في بقعة محدودة، بحت أصواتهم وتتابعت صيحاتهم، تتابعت استغاثاتهم بدول الإسلام والمسلمين، بل والله بالكافرين، لإنقاذهم من هذه المعاناة ومن الموت الذي ينتظرهم. والله إنها مشاهد تدمي القلب وتحزن الفؤاد. ولقد كشف لنا هذا الحصار الآثم الظالم زيف الشعارات البراقة التي تنادي بها تلك الدول النصرانية الظالمة الباغية الطاغية. أجل، فغزة شاهد عصري على عور مبادئ القيم الغربية، فهذه الدول تهب وتلتفت لكل شيء، تلتفت للآثار والأحجار والحيوانات، وتتغنى بالحقوق والعدل والحريات، ثم تتعامى عن أبجديات حق الإنسان حين يكون هذا الإنسان من أهل الإسلام. فتباً لهم ولحرياتهم، تباً لهم ولمبادئهم، تباً لهم ولقيمهم، يكذبون كما يتنفسون، قاتلهم الله. لذلك اعلموا أيها المسلمون أن غزة واعظ صامت لكم عباد الله بأن أمم الكفر والغرب لن تتحرك لدمائكم، لا والله، ولن تلتفت لحاجاتكم وقضاياكم، وأن على دول الإسلام أن تتقوى بنفسها
وتحمي ذاتها وتستدفع كل خطر عليها في بداياته قبل أن يستفحي الأجل. واعلموا عباد الله كذلك وأنتم في هذه النعم، في نعم الأمان والشبع، اعلموا أن الصور التي تأتينا من غزة رسالة واضحة في شكر النعمة والقيام بحقها، فليس بيننا وبين لباس الخوف والجوع عباد الله إلا كفران النعم ونسيانها. فغزة عباد الله جرح جديد نازف يستنجد بقية الجسد، يطلب منا النخوة ويتحين منا النصرة كل بحسبه. ولئن حاصرت عصابات اليهود وأعوانهم غزة ومنعوا من وصول الغذاء والدواء، فلا والله لن يحاصروا مدد السماء. فارفعوا أيها المسلمون أكف الضراعة في أوقات الإجابة، وألحوا وألظوا إلى الله أن يرفع عن إخوانكم المعاناة وأن يكشف عنهم هذا الحصار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لأهل غزة عونا ونصيرا، اللهم كن لأهل غزة عونا ونصيرا، اللهم أقم من مجدهم ما تهدم، اللهم وصل من حبالهم ما تصرم، واهدهم صراطك الأقوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر المظلومين، ويا منجي المستضعفين، اللهم عاف جرحاهم واشف مرضاهم، اللهم واكشف عنهم الغمة، اللهم واكشف عنهم الغمة، اللهم واكشف عنهم الغمة. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على حبيبكم ونبيكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.